السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. دراكولا. دراكولا هو مصاص الدماء والشخصية الأشهر دموية ورعب في عالم السينما. إليكم القصة الحقيقية. هنتعرف مع بعض في الفيديو ده على معنى كلمة دراكولا، وهل شخصية دراكولا حقيقية أم خيالية. وما تستغربش ما تعرف أن دراكولا قتل 100,000 إنسان دون شفقة أو رحمة، أغلبهم من المسلمين. وما تندهش ما تعرف أساليب التعذيب اللي قام بيها، ومين هو البطل اللي قتل دراكولا وقطع رأسه. كل ده هيكون معاكم في قناة لايت لايف. أهلا وسهلا بكم في قناة لايت لايف. قبل ما نتكلم على شخصية دراكولا، هي أولا شخصية حقيقية فعلا، لكن عايزين نعرف إزاي بدأت القصة الخيالية أو القصة السينمائية. بدأت عام 1897 لما بدأ الكاتب الأيرلندي برام ستيكر في كتابة أول رواية ليه، وهي الذي لا يموت. تم تعديل القصة وسموها بعد كده دراكولا، وبدأت الأحداث والأفلام وكله يتناول القصة. نرجع للقصة الحقيقية بتاعت أولا معنى كلمة دراكولا، وهي معناها ابن التنين. دراكولا تولى حكم رومانيا في القرن 15، واعتبره الرومانيين بطل قومي لأنه أنقذ أوروبا من الغزو العثماني، بينما اعتبره باقي الشعوب إنه مجرم حرب لأنه قتل 100,000 إنسان دون رحمة أو شفقة. طيب تعالوا نشوف القصة بدأت إزاي مع دراكولا أو دراكولا على طريقة الليمبي. القصة بدأت في شتاء عام 1431 ميلاديا، أي في القرن 14، حاكم بلد صغيرة اسمها ولاكيا. ولاكيا دي كانت بين المجر ورومانيا، وحاليا هي تابعة لدولة رومانيا، اسمه فيليد الثاني. فيليد الثاني دوت كان مشهور باسم دراكولا، وده كان والد دراكولا الأصلي المجرم الحقيقي. ودراكولا اللي هو الأب اللي هو فيليد الثاني كان عنده ولدين، ولد اسمه فيليد الثالث اللي هو دراكولا الحقيقي، والولد الثاني اسمه رادو. في فترة حكم الأب، فيليد الثاني اللي هو الأب تم الإطاحة به وانتزاع الحكم منه من بعض الخصوم والمتآمرين في الدولة، لكن بعد فترة بسيطة رجع للحكم مرة تانية بمساعدة السلطان العثماني مراد الثاني. فيليد الثاني وعد السلطان العثماني هو هيدفع الجزية في معادها، وهيقف معاه ويسنده في الفتوحات. وكان وقتها الدولة العثمانية جيش كبير وفي نهضتها، وأقوى جيش في أوروبا، واجتاحت كل دول أوروبا. فيليد الثاني عمل حركة ذكية جدا، ان هو خلى ولاده الاثنين اللي هو فيليد الثالث اللي هو دراكولا ورادو ابنه الثاني، ان هم يبقوا تحت إشراف وتربية السلطان العثماني وينضموا للجيش العثماني، على أساس ان هو بيبرهن حبه وولائه لمراد الثاني اللي هو السلطان العثماني. في نفس التوقيت دوت سقطت القسطنطينية، واجتاحت الدولة العثمانية أوروبا بكل قوة، وبدأت تنشر الإسلام في كل بقاع الأرض في أوروبا. في نفس الوقت دوت الأولاد اللي هو فيليد الثالث اللي هو دراكولا ورادو كانوا ضمن الجيش العثماني، وتعلموا الفروسية وأسرار الجيش، وتعلموا اللغة التركية، ودرسوا كتير من أساليب القتال. لكن بالنسبة لشخصية دراكولا اللي هو فيليد الثالث، كان حاقد بشدة على الجيش العثماني. أما بالنسبة لرادو فقد درس الفقه والعلوم وأعلن إسلامه وانضم للجيش التركي. هنيجي لأهم مرحلة في القصة بتاعتنا، وهي بعد وفاة فيليد الثاني الوالد. قرر ابنه فيليد الثالث اللي هو دراكولا أن يعتلي عرش ولاكيا ويحكم مكان أبيه، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن تم الإطاحة به دراكولا وتم انتزاع الحكم منه أو العرش منه. فترة دراكولا فترة متقطعة، بدأت من عام 1455 وانتهت 1478. في الفترة دي كلها كانت عبارة عن 7 سنين. وبعد انتزاع الحكم من دراكولا قرر انه يهرب الى المجر. الدولة العثمانية وسعت الفتوحات بطريقة كبيرة جدا، وتم محاصرة بلغراد لإضعاف دولة المجر، لكن دراكولا شن غارات من صربيا الى ان تم فك الحصار عن المجر. انتهز الفرصة وانقض على رومانيا وانتزع الحكم مرة تانية، ده كان سنة 1456. هنيجي لجزء تاني مهم من القصة، وهو اول صدام حقيقي بين السلطان العثماني في نفس التوقيت اللي هو محمد الثاني الملقب باسم محمد الفاتح لانه فتح القسطنطينية، وبين دراكولا. ارسل السلطان العثماني لدراكولا ان هم يبدأوا يدفعوا الجزية مع الرسل،
دراكولا امر الرسل اللي موجودين طبعا ان هو يقلعوا العمامة اللي هم نعم لابسينها يعني تعظيما واجلالا ليه، فهم رفضوا حاجة زي كده، فعمل حاجة وحشية جدا جدا جدا. دراكولا امر الجنود بتوعه ان هم يجيبوا مسامير من الصلب ويدقوا راس الرسل اللي هم خاصين بالسلطان العثماني، ويدقوا المسامير في دماغهم عشان يبقى ملزوقة بالعمامة اللي هم رفضوا ان هم يقلعوها قدام. وذكر الكثير من المصادر ان فليد الثالث كانوا مسميينه المخزوق لانه جاب 500 شخص من الاسر العريقة في رومانيا وبدأ يضعهم على خوازيق. وما اكتفاش بكده، استمتع عندما قتل 600 تاجر أجنبي بنفس الطريقة الوحشية اللي هي على الخوازيق ديت. 600 تاجر قتلهم بنفس الطريقة، وعمل شيء أبشع من كده كمان، إن هو ولع نار كبيرة جدا 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 ورمى فيها 400 طالب في قلب النار ديت، وكان مستمتع جدا جدا وهو بيموتهم. هنيجي لطريقة بشعة من التعذيب بتاع دراكولا، جاب الأطفال الصغيرين وقطع رؤوسهم كلهم، وجاب الستات أمهاتهم وقطع الثدي الخاص بالمرأة، وأمر الناس إن هي تخيط رأس الأطفال مكان الثدي بتاع المرأة. كمان من الحاجات متخيلين البشعة حضرتك اللي عملها الوحشية؟ بعد ما قتل بعض الستات، جاب أطفال وأجبرهم إن هم ياكلوا من لحم الستات ديت اللي هو قتلهم. طيب هنيجي للأسرى. الأسرى في الجيش العثماني كان دراكولا بيعمل معاهم إيه؟ كان بيسلخ رجليهم وبيبدأ يمسحها بالملح، وبيجيب الأغنام وتبدأ الأغنام تلحس رجليهم. بعد كده بيأمر الجنود إن هم يحطوهم على خوازيق لحد ما يموتهم بطريقة بشعة بنفس الأسلوب اللي مات بيه الشهيد سليمان الحلبي. طبعا كان لازم يكون في رد فعل من السلطان العثماني محمد الفاتح على المجازر اللي عملها فيليد الثالث أو دراكولا. أرسل السلطان العثماني جيش كبير بقيادة حمزة باشا للاقتصاص من دراكولا وقتله، ولكن دراكولا هزم الجيش العثماني ووضع جنوده على الخوازيق، وأطولهم كان حمزة باشا، وتم قتل 25,000 جندي مسلم شهيد. لكن بعدها جهز محمد الفاتح جيش عثمانيا جرالا قاضه بنفسه للقضاء على دراكولا واحتلال رومانيا، لكن هذه الحملة لم تنهي عملها بنجاح لأن دراكولا بيلجأ لحرب العصابات. كمان دراكولا كان عارف أساليب وطرق الجيش العثماني في القتال. دراكولا كان أي جندي بيقتله كان بيحطه على خوازيق حوالين أسوار البلاد أو التلال بحيث إن هو يبث الرعب في الجيش العثماني. طيب إزاي تم القضاء على دراكولا؟ تم عن طريق إن أخوه رادو بقى هو الأمير وهو اللي ماسك حكم رومانيا، ده كان بمساعدة السلطان العثماني. وتم قطع رأس دراكولا ووضعه على خازوق ولفوا بيه كل البلاد حتى يرى الناس نهاية كل ظالم. وبكده انتهى الظالم دراكولا، وهي قصة حقيقية فعلا، ورحم الله شهداء المسلمين، وتم القضاء على دراكولا عن طريق البطل محمد الفاتح. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم هاني محمد في قناة لايت لايف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.